الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. نحن اليوم مع منزلة من المنازل العظيمة، وهي منزلة التعظيم. ومما لا شك فيه أن التعظيم لله روح العبادة، فنحن نعبد الله وبالعبادة نعظمه، ونذكر الله وبالذكر والثناء عليه نمجده. لذلك يقول ابن القيم: التعظيم تابع للمعرفة، فعلى قدر معرفة العبد بربه يكون تعظيمه له. فكلما كنت أكثر معرفة كلما كنت أكثر إجلالا وتعظيما. ويقول ابن القيم أن روح العبادة التعظيم والمحبة، وهذا صحيح، فإنك إذا أحببت ووصلت إلى درجة إلى تعظيم محبوبك أيا كان عبدته. قال: وثناؤك على محبوبك الذي عظمت هو الحمد. فروح العبادة المحبة والإجلال والتعظيم، وثناؤك على المحبوب المعظم هو حمدك إياه، وهذا معنى الحمد لله. إن الحمد لله، نثني عليه ونحن نحبه، فقد تثني على من تبغضه إكراها أو تملقا، شخص أنت تكرهه من قلبك ولكن تضطر لاستخراج شيء منه أن تثني عليه مع بغضك له، هذا لا يسمى حمد. إنما الحمد أن تثني على المحبوب تعظيما وحبا، فهذا هو الحمد. استدل ابن القيم على التعظيم بقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس في تفسيره للآية: ما لكم لا ترجون لله تعظيما. وفسر غير واحد من السلف الوقار بالتعظيم. بعضهم قال: الرجاء هنا بمعنى المخوف منه. ما لكم لا تعرفون حق الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير الآية: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال: ما لكم لا تعرفون قدر الله وحقه ونعمته عليكم فتشكرونها. قال صاحب المنازل الهروي: هذه مقدمة ابن القيم لكلامه عن التعظيم. والتعظيم، أضيف شيء، أن من دلائل التعظيم أن تعظم كل ما يرتبط بمن تعظمه. فإذا عظمت الله ستعظم حتما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسوله، وإذا عظمت الله ستعظم المساجد لأنها بيوت الله، وإذا عظمت الله ستعظم القرآن لأنه كتاب الله وكلام الله وهكذا. فإن من مقتضيات التعظيم أن تعظم كل ما له علاقة بالمعظم، ومن ذلك قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشيء لو لم يكن له صلة بالله لا علاقة لنا به. لو أن شخصا جاء وقال: أنا رسول، سنسفهه ونسيئه ولا نعظمه ونهينه لأنه ليس رسول الله، لأن رسل الله قد ختموا بنبينا عليه الصلاة والسلام. فبالتالي أنت تعظم الشيء إذا كان ذا صلة بالله،
ومن ذلك أن نعظم الأخوة التي تكون في الله. طيب، يقول صاحب المنازل رحمه الله الهروي: التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها. معرفة العظمة هو يقارب كلام ابن القيم أن التعظيم أساسه المعرفة، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. كلما عرفت جلاله وعظمته وكبرياءه وسلطانه وسطوته وقهره وربوبيته وعظمته وعلمه ورحمته، كلما عرفت هذه المعاني يقينا كلما عظمته سبحانه وتعالى. معرفة العظمة مع التذلل لها، وهذا هو وهذه العبادة. حب مع ذل، لأنك قد تذل بغير حب، هذا ليس عبادة، وقد تحب بغير ذل، هذا ليس عبادة. العبادة الحقيقية أن تحب وأن تذل، والذل يأتي من الإجلال والتعظيم. لأنه عندنا قاعدة في السلوك والتربية أن من عظم الله احتقر نفسه، وعلى قدر تعظيمك لله يكون احتقارك واضطهادك لنفسك. وكلما عظمت النفس وأصابها من الكبر والتعالي كلما دل هذا على أنك مفارق للعبودية وأنك مقارب للربوبية. العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أبالي. طيب، قال صاحب المنازل: التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها. هنا لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا، وقد يكون فيه من الإحراج ما فيه: هل نحن نعرف الله؟ لنصل إلى هل نحن نعظم الله؟ هل نحن نعرف الله؟ طيب، إذا كانت الإجابة نعم، حدثني عن ربك، عرفني به. لو وجدت شخصا لا يعرف الله وقال لك أخبرني عن الله، ماذا أنت قائل؟ ستقول: على قدر معرفتك به سبحانه، وما قدر الله حق قدره. ومن هنا أقول دائما للناس: السلف عرفوا الله حق المعرفة. تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربه: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. انتهى الكلام. لن يأتي أحد مهما كان بكلام أبلغ في تعظيم الله من هذا الكلام: اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أكتب 100 مجلد ما حتحصل الكلام ده، 100 مجلد لن تستطيع أن تعظم الله أكثر من هذا التعظيم. لأن فيه أولا الاعتراف بعدم القدرة على التعظيم، ثم أنه أرجع الأمر إلى ربه ليقول له: أعظمك كما أنت عظيم، وأثني عليك بثنائك أنت على نفسك. هذا الكلام يا إخوان عظيم جدا. كان سلفنا من أكثر ما يميزهم أنهم يعرفون الله جل وعلا، فإذا تكلم عن الله تحس أنه يتكلم عن ربه الذي يعرفه. ولما جهلت الأمة ربها اتخذت الأرباب من الضعفاء ومن البشر، فهرعت إلى الأموات واستنجدت بالقبور لأنها ما عرفت ربها. لو عرفوا الله للجأوا إليه. إن الكثير منهم تقول له: إلجأ إلى ربك وادع مولاه. يقول: جربنا كثير ما في نتيجة، ما دعينا كثير ما في استجابة. يقول ما في استجابة لأن هذا نفسه مانع من موانع الإجابة. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل،
قال وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدعو الدعاء. الخلل في طريقة دعائك، لم يكن قلبك حاضرا مع ربك، ولم تكن موقنا بالإجابة عندما دعوته، إنما دعوت دعاء المجرب لا دعاء الموقن. وإن من التعظيم والمعرفة أن تعامل الله معاملة الموقن لا معاملة المجرب. ما تقول كده نجرب، قال ندعو الله كده نشوف، ما بينفع كده نشوف. شنو ترفع يدك إلى السماء وأنت موقن بالإجابة، وقلبك حاضر، وأنت تعلم أنه عنده كل شيء، ولذلك يدعى. وقد قطعت الصلة بالخلائق، عندها تجاب وتعطى. ولأنه عظيم إن لم يعطك مرادك مما طلبت في الدنيا يؤجله لك في الآخرة حسنات. ولذلك لا يشقى من دعا الله، ولم أكو بدعائك ربي شقيا. لا يشقى من يدعو الله، من يدعو المخلوق يشقى، حتى فيما يقدر عليه المخلوق. حتى لو قلت له ديني كويس ودينك، قلت له الديني وداك تاني ما تقدر. لأنه كان مشيت بيقول كرهتونا ذاته، نرحل نخلي البلد يعني ولا شنو؟ بل لو ممكن يقول لك اسمع يا أخي، صاحبك كان عسل مات الحس كله، أما ربنا ده تدعوه الليل والنهار ما يتبرك، كل عباده يدعونه يجيبهم ولا يمل سؤالهم إذا سألوه. فبالتالي أنت أحيانا شوف العظمة تدعو الله ولا يعطيك رحمة بك، لأنه لو أعطاك ربما هلكت بما أعطاك، ربما كان هلاكك وعطبك في الذي أعطاك، فيحرمك رحمة بك ويدخر لك الدعاء يوم القيامة حسنات. ذات نجم الأولياء والصالحين يدلونك على الله ويرشدونك إليه، يقولون لك إذا سألت فاسأل الله، كما كان سيدهم يفعل، سيدهم وسيدنا، كما كان يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله على الحقيقة. أين معرفة الله في حياتنا؟ هل نحن ممن يعرف الله؟ قال ابن القيم معرفة الله معرفة إقرار يستدق فيها كل الخلق بما فيهم إبليس، ومعرفة الإجلال هي المعرفة التي توجب الحياء من الله والإجلال والإقبال والخضوع له والانقياد لشرعه سبحانه. إنها معرفة مثمرة، معرفة تثمر ألوان الأخلاق وأطايب السلوك وصنوف العبادات ذكرا وصلة وصدقة وتعبدا وتهجدا وصوما وصلاة وخلقا يبسط للناس. المعرفة الحقة تثمر. إن خذل الأمة في أصل المعرفة. تخيل وهب ابن منبه كما يشكله ابن القيم، ووهب ابن منبه كما يقول بقية أهل السير، لما زار مكة وجلس في الكعبة بعد صلاة العشاء وتوافد طلاب العلم ليأخذوا منه درس، وطلابه الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح، قالوا يا شيخنا أعمل لنا درس. أثنى على الله في مقدمة كل درس، يثنى على الله بما هو أهله، فأثنى على الله فاسترسل في ثنائه على ربه. قال الحسن البصري فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول، فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول. قال لي عملنا درس. قال الحمد لله المستحق ذو الجلال والإكرام والطول والإنعام، بيتكلم عن ربنا. سكت عند أذان الفجر الأول. قال الحسن البصري فقمنا من عنده بغير سؤال، أسئلة ذات ما في قال. تخيل زول يتكلم عن ربنا يثني على الله لأنه بيعرفه. أنت حسن لو قال لك يتكلم عن ربنا بيتكلم كم دقيقة؟ طيب عن فريق من الفرق بتاعتك المشجعة،
تتكلم عن شيخك اللي بتعتز به شديد، اللي بتعرفه عن قرب، عاشرته وسافرت معاه وشفته، عن رئيس الحزب بتاعك المقتنع به بتتكلم كم؟ عن ربنا بتتكلم كم؟ قد تكون في ناس بيعرفوا الأنزي أكثر من ربنا، تقول اتكلم عن الفريق، اتكلم لك كلام بالساعات، ولا يمل ولا يفتر لسانه. يا أخي امبارح دي لقوني مجموعة من الشباب لقيتهم بتونسوا وأنا قاعد جنبهم مقبل منهم كده، لكن كلامه كله فضاني. واحد قال له أنا كنت في المباراة واقف مع مارسيليا، قال له مع مارسيليا، لكن قال له المدرب غبي، مفروض يكثف الهجوم، قال له ركز على الدفاع. قال زول قاعد في مبدأ بيتكلم عن مارسيليا والمدرب بتاع مارسيليا، قال له مفروض كان يقدم الهجوم. الثاني قال له أنا والله بشجع إلى المدريد لكن خزلونا، قال له يا أنا كشف الناس والله مواهيم. أنا لقيت الناس عندهم. الثالث شوف أربع نفرهم، الثالث قال له شو؟ قال له مانشستر ضامن الكاس في جيبه، قال له ليه لغتهم. الرابع قال له والله فريق كده برضو ذكر له، أنا ما حفظت ذاك، قال له والله كان بس على الضربات الركنية قال لهم بيفوزوا، ضربات ركنية ساكت قال لهم بينتصروا. أنا كشف الناس بس أنا أسمع ساكت، أقول الناس الحسة مبسوطين يعني؟ ده خواء 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 وفراغ شديد. فرق بين أن تتريض وبين أن تستغرقك الرياضة فتبقى حياتك رياضة، وبعض الناس حياته ذكر لله. فرق. ابن الجوزي في صفة الصفوة أن أحد الناس أسلم من المشركين، أسلم وجيء به وبات معهم، فأيقظهم في جوف الليل وقال لهم في صفة الصفوة: ربكم الذي دللتموني عليه في هذه الساعة نائم؟ قالوا لا. قال: بئس العبيد أنتم، بئس العبيد أنتم. وكان بيعبد أصنام، مرة الصنم هم بيأجزلوه براو يغطيه ويقول له خلاص بنجي بعد يومين، ده الصنم. لما أسلموا قال له نحن ربنا ده، أنتم قلتوا ربنا عظيم هو الخلق الكون أي حاجة، الآن بيكون نايم؟ قالوا: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: بئس العبيد أنتم. هذه معرفة، ولكنها معرفة تفضي إلى التعظيم والإجلال. فالهروي يقول: معرفة العظمة مع التذلل لها. قال: والتعظيم على ثلاث درجات. الأولى تعظيم الأمر والنهي، وسوف أختصر لك منزلة التعظيم. الهروي يقسمها إلى ثلاثة درجات أو إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي، الدرجة الثانية تعظيم القضاء والقدر، الدرجة الثالثة تعظيم الله. فإن من تعظيم الله أن تعظم أوامره الشرعية وأحكامه الدينية أن لا يعارضا، يعارضا الأمر والنهي بترخص جاف، ولا يعرضا لتشدد غالي، ولا يحملا على علة توهن الانقيادة. وهذا من لطيف الكلام. أول حاجة الهروي هنا استطاع أن يلعب باللغة وأن يتفنن فيها، لا يعارضا بترخص ولا يعرضا لغلو. يعارضا نفس الكلمات، هي شنو؟ نفس الحروف في يعرضا، فقط في التشكيل. لا يعارضا بترخص جاف. إن من أعظم إشكالات عدم تعظيم الأوامر والنواهي عدم تعظيم النصوص. إخواننا مشكلة الأمة مشكلة النصوص. في ناس يريدون إبعاد الأمة عن النصوص بحجة المعاني والمقاصد، تجيب له آية يقول لك آية الآية دي فيه، لكن نحن ننظر لروح النص، والنص رايك في شنو؟ روح النص يقول لك الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كده فهمني تاني روح النص شنو؟ يغرموا يعني ولا كيف؟ روح النص يغرموا؟
ما في اسمها روح النص إلا في أشياء تحتملها اللغة، يحتملها معنى التنزيل أسبابه مرتبطة بمعاني القرآن كله. فبعض الناس لا يعظم النصوص بحجة أن هذا تراث وأن هذا تقليد، وأي تقليد أجل وأفضل من تقليد نصوص الكتاب والسنة والانقياد لهما مما يعارض النص. الترخص الجاف، تتبع الرخص. تتبع الرخص كيف؟ واحد يستفتي عالم يقول له حرام، يمشي يستفتي واحد تاني برضو يقول له حرام، يمشي يستفتي واحد ثالث يقول له حرام، يستفتي واحد رابع يقول له حلال، يقول بس ده العلم ذاته، ده العلم عشان وافق هواك، عشان جه في مزاجك يعني ده العلم، بس ده العلم ذاته، يمشي ياخذ طوال الموضوع ده. هذا يريد تحليل، لا يريد إجابة، لا يريد أن يتعبد الله، يريد أن يعبد نفسه. فالترخص الجاف تتبع الرخص، يقول لك في عالم من العلماء أفتى بجواز مسألة، نعم أفتى ولكنه مرجوح ومردود عليه. لذلك من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه كل شر. من تتبع رخص العلماء يأخذ من هذا أضعف ما عنده، من هذا أضعف ما عنده، من هذا يجتمع فيه كل الشر. عليك أن تسأل لتعبد الله بالفتوى، لتكون متجردا، ألا يعارضا بترخص جاف، ولا يعرضا لتشدد غالي. غال التشدد الغال الغلو أيضا منهي، فإنه ما من أمر لله أو نهي إلا وللشيطان فيه نزعتان، نزعة إلى تفريط أو نزعة إلى إفراط. بعض الناس يأتيه الشيطان يترخص، يصبح يعرف النصوص ويحاول أن يتجاوزها أو أن يطوعها لمصلحته أو أن يتعسف في تأويلها حتى توافق هواه وحتى توافق مزاجه، وهذا من العلل الكبيرة في السلوك والاستقامة. وبعض الناس يتشدد تشددا أكثر مما أمره به الشارع، وقد قال ابن القيم وهو على قسمين: القسم الأول تشدد في شيء مشروع يزيده فيأثم، كمن صلى الظهر خمسا عمدا، هذا مش يأثم، هذا يكفر، عرفت كويس. أما النوع الثاني من الغلو أن يغلو فيما أمر به ولكنه يضيق على نفسه، كمن يقوم الليل كله، يقوم الليل كله، هذا خلاف السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقوم الليل كله. ومن فعل هذا سينقطع وسوف يفرط في صلاة الفجر ويفرط في بقية النهار والمعاش والأرزاق والأقوات وواجبات الأهل والزوجة والولد وحقوق الآخرين. وإذا كان عاملا في مؤسسة أو دولة ربما ذهب ونام في المكتب، هذا خلاف السنة، هذا غلو. فبالتالي حتى أن ابن القيم يقول الشيطان يشم القلوب كالكلب، قال فمن وجد فيه ميل العبادة جاءه في من باب الغلو في العبادة حتى لا يجد فيها أجرا، ومن شعر أن فيه ضعفا في العبادة جاءه من باب الكسل وتضييع الفرائض والنوافل. وكلا طرفي الأمور ذميم، التوسط والاعتدال. وهنا لا بد أن ننبه إلى مسألة: ما من عبادة إلا إذا أردت أن تعبد الله إلا ينبغي أن يراعى فيها ستة أمور. الأمر الأول سببها، إذا كانت العبادة مرتبطة بسبب عليك أن تراعي شنو؟ أن تراعي سبب العبادة. من ذلك من صام 27 من رجب، عرفت؟ أو قام ليلة المعراج، نقول له العبادة موجودة، قيام الليل شنو؟ موجود، ولكن لم يجعل 27 من نهار رجب يوما للصوم، لكن جعل 10 من محرم يوما للصوم بالنص عاشوراء، وجعل 9 من ذي الحجة لغير الحاج يوما للصوم بالنص في صحيح مسلم يوم عرفة، عرفته؟ وجعل 2 والخميس سببا للصوم
لكن هل جعل السابع والعشرين من رجب سببا لصومك؟ قيام الليل طيب، لكنك إذا ربطت قيام الليل بسبب لم يأتي به الشرع كنت مبتدعا. صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. الأمر الثاني أن تراعي الجنس في العبادة. لو أن الشرع شرع جنسا محددا ما جاز لك أن تأتي بغيره. فمثلا شرع في الأضحية الأنعام، فلا يجوز لأحد أن يضحي بفرس لأنه لم يشرع جنسه، إنما في البقر والغنم والإبل. والغنم هي فيها الماعز وفيها شنو؟ وفيها الضان. الغنم يطلق على شنو؟ على الماعز وعلى الضان. العقيقة بالنسبة العقيقة لا يجزئ فيها البقر على الراجح من أقوال أهل العلم. فبالتالي الجنس العدد لابد أن يراعى. إذا قال لك 33 بعد الصلاة ما تمشي تتفلهم تقول 35 ماله، ما بتنفع 35، 33 سبحان الله 33 ما تمشي تعمل لي فيها بتاع فلهمة. تقول يا أخي 35 يا أخي ما مجيه 35. واحد تاني يقول لا 40 كويس، واحد يقول لا تموه 50 بس، 50 150 كده تمام. ما ينفع 33. إذا أتت الشريعة بعدد على سبيل الإلزام لا يجوز. عرفت؟ العدد مهم. والزمان لو أن عبادة ارتبطت بزمان لا يجوز أن تأتي بالعبادة في غير زمانها. واحد رمضان مشى، رمضان ضارب وماكل وشارب، يقول أنا شهر كامل بعدين، ما ينفع بعدين. لك عيال، لك مسافر سليم، يقولك لا رمضان ده أمكن يجي الدورة دي في الصيف، أنا أصوم في الشتاء براي شهر كامل، ما بيجزي لأنه عنده زمن. وكذلك المكان، أين يحج؟ إلى بيت الله الحرام، إلى مكة. والله في ناس بيحجوا إلى غير مكة، والله في ناس بيحجوا إلى غير مكة، فبيحجوا إلى مناطق معينة، يحجوا حج ويشدوا الرحال. والكيفية، نحن نصلي بكيفية معينة لأنها هي الكيفية الشرعية، فلو صلينا بغيرها الصلاة باطلة، ولو صمنا بغير الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة لكان الصوم باطلا. وقص على ذلك جميع العبادات. فبالتالي أقول الغلو وارد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد. الدين مفعول به وأحد الفاعل، الأحد هو الذي يشاد الدين. لن يشاد أحد الدين، يعني إذا ذهبت تتشدد مع الدين يغلبك الدين، يغلبك يكون باقيا وأنت لا تبقى، تفوت وهو لا يفوت. الناس يقول لك لو شافوا شاب بتردد على الجامع، ناس الحل يكلموا أبوه يقول أخي ولد ده الآن دي ممشي الجامع كثير، والله والناس فلان قرأ القرآن يا من فكت منه، أعمل حسابك. يقول له أسمع، أول حاجة ما في زول بيقرأ القرآن راسه بيفك أصلا، أجزوا الراس بيقرأ القرآن راسه بيتربط تمام، عوج ما بيجيو. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، القرآن ما بجنن، بجنن الحاجات الثانية. عشان كده أخواننا قال فسددوا وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. هذه أوقات يمكن يعني المسافر بيتزود في هذه الأوقات، وأنت تزود بالعبادة في هذه الأوقات. يعني لا تكن ممن يعبدون عبادة محضة يصلون اليوم كله، لا، هذا يفضي بك إلى أن يغلبك الدين. في النهاية سيشق عليك الأمر وتتركه، سيشق عليك الأمر شنو؟ كده يقول ليصلي أحدكم نشاطه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإذا فتر فليرقد. وقال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم هلك المتنطعون ثلاثا، المتعمقون والمتشددون في غير مواضع الشدة. إخواننا بعض الناس يستغل النصوص استغلال غير صحيح، يقول لك لن يشاد الدين أحد، ما تشدد أنت عملت الشد، قالوا الله ذاته، يقول ما تشدد يا أخي، أنا ما شددت. مقياس التشدد شنو؟ لابد أن نحتكم إلى مرجعية نتفق عليها، الكتاب والسنة. ما كان في الكتاب والسنة أمر به الكتاب والسنة لن يكون فيه شر ولن يكون فيه تشدد. واحد امتنع عن المصافحة، مصافحة الأجنبيات، يقول لك ما تشدد، ما تشدد، يقول لك
التشدد وين هنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مشدد يا أخوانا؟ كيف الكلام ده؟ واحد قال يصلي الضحى تقول له ما تشدد يا أخي. صلاة الضحى الرسول كان بيصلي والصحابة كان بيصلي ما في تشدد كويس. داير أعتني بالسنن اللي كان بيعمل الرسول لم يأخي في نفسي يقول لك ما تشدد ده ما تشدد ده اسمه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها ده ما تشدد ده اسمه شنو؟ تمسك. يا يحيى خذ الكتابة بقوة استمسك بالذي أوحي إليك من ربك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بس كده التشدد ده شنو؟ التشدد أن تأتي بشيء ليس في الكتاب والسنة. أما من طبق الكتاب والسنة وإن كان هذا على الناس جديد ولم يعنفوه لم يكن متشددا إنما كان مقيما للكتاب والسنة. طيب إن هذا الدين متين الحديث في السنن قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت رجل أراد أن يخرج من دياره إلى ديار أخرى فحمل دابته جميع الأمتعة قال له الناس انقلها رويدا رويدا شيل حبة وديا وتعال انقل. قال لي شال كلها خدتها في الدابة في نصف الطريق وقعت الدابة فانكسرت أو ماتت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لا خلى بهيمته يستفيد منها دابته ولا وصل عفشه لو وصلت أو ماتت برضو كويس لكن العفش اتشتت في الخلا أخير كان يكون في البيت والجيران حارسنه لحد ما تجد تنقله شوية شوية. لذلك قال إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق. طيب قال أسمع كلامه كويس لا يعارضا بترخص جاف لأنه عكس الغلو والجفاء ولا يعرضا لتشدد غال. النهي ما تبالغ فيه الأمر ما تبالغ في الأمر. قال ولا يحملا على علة توهن الإنقيادة. يا سلام على علة توهن الإنقيادة. قال ابن القيم كلاما لطيفا لطيفا جدا هو من ألطف ما كتب في المدارج. قال إذا سمعت كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل لما أمرا ولكن قل بما أمرا. لا تقل شنو لما أمرا لكن قل شنو بما أمرا. لو قال لك الله ورسول ما تقول ليه يقولوا كده قول قالوا شنو ده كلام زول ده شنو ده ينقد. فهنالك علل ناقشها ابن القيم توهن الإنقيادة. بعض الناس يقول الخمر إنما حرمت إذا أسكرت أما الذي كان قويا وشرب الخمر ولم يسكر ففي حقه حلال. هذه علة بحث عنها ليبعد نفسه من الإنقياد كويس. أما شعار المؤمنين بما أمر ربنا ولا يقولون شنو لما أمر ربنا لأن الله قال والله يحكم لا معقب لحكمه. الله بعد ما يقول سبحانه وتعالى بعد ما ربنا يقول تاني أنت ما عندك أي يقول ولا في زول فيلسوف ولا بروفيسر ولا منظرات كبير عنده يقول بس يمشي أو يشوف لدين تاني ما تقول لي كده للذكر مثل حظ الأنثيين. الكلام ده ما جاي ما جاي ليه؟ عشان الخوايات حصروكم عشان الخواجات حصروكم قال لكم الحقوق المدنية والحقوق هنا حصروكم الخواجات. تقول لي تقول لا للذكر مثل حظ الأنثيين في ظروف معينة. ربنا لما نزل الكلام ده ما كان بيعلم إن الظروف حتتغير؟ لماذا أنزلها في كتاب الخاتم؟ هل في كتاب تاني بعد الكتاب ده؟ الذي يقول لما مستنكرا هذا لا شك أنه من الذين كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. قال ابن القيم إذا قال العبد لا أعبد الله حتى أعرف الحكم والعلل قال لكان فيه خلل. واحد قال أنا كم عرفت الموضوع ده؟ قال لك في القرآن موجود. تقول إلا أعرف الله قال كده ليه؟ طيب يا إخواننا الشريعة أحيانا تعلل لأشياء من أجل أن يزداد الناس إيمانا ويقينا وأحيانا تترك عن العلل
والعلل تخفى على الناس. الظهر ليه 4؟ المغرب ليه 3؟ جيب لي أكبر عالم في الدنيا خليه يجاوب لي. المغرب قالوا 3، بس المغرب بالذات ليه 3 كويس. العصر ده ليه 4 والظهر ليه 4. قد يتكلم الناس أي زول بيجيب كلام غير قطعي ما مسلم به، لكننا نعبده 3 3 انتهى الكلام. الحكم الذي علمنا حكمه وأسراره لا بأس بالبحث عن الحكم والأسرار لنعبد الله على معرفة، والأمور التي تخفى علينا حكمها وأسرارها نسلم ولا نعارض. هذه عقيدة المؤمنين. الما عنده فهم زي ده في مشكلة كبيرة. طيب قال ابن القيم رحمه الله في بعض الناس يغالي في العلل والمقاصد مبالغة. واحد قال شنو؟ واحد قال الكلام ده وعنده أتباع كمان. قال شنو؟ قال ربنا أمر بالعبادات حتى تجمع القلوب وتقبل عليه. قال أنا سأقبل على الله ويجمع قلبي عليه بغير عبادة. فادعى سقوط الأحكام وسقوط التكاليف عنه. هذا باطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سقطت عنه التكاليف. عشان كده نقيم في المدارج عنده هنا كلام ولعله مر علينا. قال رحمه الله تعالى بعض الناس يقول جمعية قلبي أنا أكون في مندمج في ذكر مع الله. قال له ابن القيم إذا جاءت الفرائض تقطع هذا الذكر وتقوم إلى الفرض حتى ولو قطعت جمعية قلبك على الله، لأن هذا الذكر مستحب أما الفرض فرض. قال ابن القيم لو كنت جالسا تحت العرش وأذن لصلاة مكتوبة قم إلى الصلاة المكتوبة. ما تقول لي أنا مندمج. مندمج وين؟ اندمج في الصلاة دي مش مندمج؟ اندمج في الصلاة دي. فبالتالي هذا هو القسم الأول أو الدرجة الأولى من درجات التعظيم. الدرجة الثانية تعظيم الحكم. الحكم الأول تعظيم الأمر والنهي، الثاني تعظيم شنو؟ الحكم. ويراد بالحكم حكم الله القدري وأمر الله الكوني، أقداره وأقضيته التي يجريها على عباده وعلى خلقه. قال تعظيم الحكم أن يبغى له عوج أو يدافع بعلم أو يرضى بعوض. أن يبغى له عوج بمعنى من تعظيمك لأقدار الله التي تجري عليك ألا تبحث إلى النقص في أقدار الله وأقضيته واختياراته لتلتمس العوج فيها. ألا يبغى له عوج يعني ألا تلتمس في أقدار الله عوج. فأقدار الله كلها على الحكمة، ما قدر الله شيء إلا بشنو؟ بحكمة. حتى خلقه لإبليس كان بحكمة بالغة. أفهم الكلام ده كويس؟ ده كلام خطير والله يا إخواننا. الدين ده اللي فهم، الدين ده اللي فهم شو الكلام ده كيف. قال شنو؟ قال خلق الرحمن ما فيه من تفاوت. صح ولا ما صح؟ خلق الرحمن ما فيه من شنو؟ حتى إبليس شر، لكن الله خلقه لحكمة. الشر في إبليس وليس في خلق الله لإبليس. خلق الله لإبليس على حكمة كاملة. ولذلك قاعدة أهل السنة والجماعة في القدر، قال ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل الشر في مفعولاته وليس في أفعاله. الشر في مفعولاته، نحن نفعل الشر ولكنه خلقنا. خلقه لنا ليس فيه شر لأنه خلقنا لحكمة، لحكمة التدافع صح؟ لحكمة التمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب، لحكمة الابتلاء والاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. له حكمه سبحانه التي نعلم بعضها ويخفى علينا كثيرها. طيب قال ابن القيم انقسم الناس في القدر إلى قسمين أو إلى طائفتين. طائفة نفاة القدر يقولون إن الله لم يقدر شيء. الكفر والمعاصي وجودها في خلق الله مشتملة على أعظم النقص والتفاوت، فالله لا يعلم بها ولم يقدرها. القسم الثاني قالوا
قدر الله كل شيء على العباد حتى المعاصي وأجبرهم على هذا على فعلها وأجبرهم على الكفر. والله عز وجل لا يأمر بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. يعظكم لعلكم تذكرون. قال وأهل السنة والجماعة وسط يقولون، أسمع كلام ده كويس بس افهموا، القضاء غير المقضي والحكم غير المحكوم عليه. ربنا قضى، قضاؤه شيء والمقضي شيء، قضاؤه على الحكمة والمقضي فيه الشر وفيه الخير، فيه الحق وفيه الباطل، فيه الكفر وفيه الإيمان. فنحن جميعا العباد والخلق مقضي علينا، ففي الناس كافر وفي الناس شنو؟ مؤمن، هذا مقضي عليه محكوم عليه. أما قضاؤه هو أن يكون الناس كفار، بعضهم كفار وبعضهم مؤمنين، هذا قضاء حكمة بالغة جل وعلا منه. حكم الله أن تكون جنة ونار. النار لا شك أن الإنسان لا يحبها، كونك لا تحب المقضي لا يعني أنك لا تحب الذي قضى. قضى الله بالنار لحكمة ليعذب بها من يستحق ذلك، صح؟ خلق الله إبليس، إبليس مقضي، والله قضى أن يكون هنالك إبليس. في قضاء الله حكمة وعظمة، أما فعل إبليس كله شر. لذلك يقول القضاء كله حق، أما المقضي منه حق ومنه باطل. كويس. وهنا يقول من انحرف إلا لمن أنكر الحكمة أو القدرة. القدرية الذي نفوا القدر، نفوا قدرة الله أن الله قادر على أن يعلم ويقدر. لذلك لما سئل الإمام أحمد عن القدر قال القدر القدرة، كل شيء خلقه الله بقدر. قال ابن عباس كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك، لو عملت كده بيكون مكتوب إنك في الساعة الفلانية بالثانية الفلانية حتخط يدك في خدك كذا من الزمن وبعد ذلك حتغير. رأيك شنو؟ قدرة ولا ما قدرة؟ قدرة. والذي جهل والذي نسب إلى الله أنه قدر على عباده الشر وأجبرهم أنكر الحكمة. كون الشر مخلوق لا يعني أنه مخلوق وأن الله أمر به شرعا. الخير والشر موجود، ولكن الله يأمر الناس بشنو؟ بالخير وينهاهم عن الشر والمنكر. قال ومعناها قوله تعظيم الحكم أن لا يبغى له عوج، أن تعلم أن أحكام الله القدرية كلها على شنو؟ على شنو؟ على الحكمة الكاملة، أو يدافع بعلم. قال ابن القيم رحمه الله أن يدافع بعلم. وهذا الكلام مشكل جدا. هذا الكلام ماله مشكل؟ قال لأن العلم منه، لأن العلم شنو؟ منه. ما كلام الهروي بيقول أو يدافع بعلم، قال أصلا العلم منه والحكم والقضاء والقدر، والقضاء والقضاء والقدر شنو؟ منه، والعلم منه. ابن القيم قال يمكن أن ندافع، ماذا قال؟ لا يدافع بعلم. ابن القيم قال يمكن أن ندافع الحكم القدري بعلم. كيف؟ قال طالما أن العلم منه، ركز معي على هذا الكلام، طالما أن العلم منه والحكم منه فإنك تستعيذ بقدره الذي قدره عليك تدفع إذا رأيت أن ليس فيه خير لك، عرفت؟ أو الذي فيه عقوبة لك. بمعنى استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. السخط منه والرضا منه، فلا بأس أن تستعيذ أن تدفع سخط الله برضاه. لا تستسلم لهذا القدر، لا تقول سخط الله علي، لا، يرفع السخط بالتوبة، صح؟ لو أن الله، لو أنك فعلت ما يوجب سخط الله كيف تدفع هذا الحكم القدري
بأن الله سخط عليك كيف تدفعه؟ تدفعه بالتوبة. فابن القيم يقول طالما أن العلم منه وأن الحكم منه يجوز أن ندفع بعض الأحكام، لكن هنالك أحكام قدرية لا يجوز لك أن تدفعها، إنما فقط تستسلم. هذه واردة ولا ما واردة؟ وهذه على شاكلتين. الأولى، اسمع هذا الكلام جيدا، الأولى أشياء مقضية انتهت، كويس، أنت ابن من؟ ابن فلان، انتهى الكلام. تاني ده تقول لا أنا ما بينفع معي، شوفوا لي خيلان تانين، خيلان دين شوية ما فاهمين، ما في كلام جيدا، خيلانك ده بيقول خيلانك، انتهى الكلام، ده ما بيتغير، فهمت؟ ثم الأقضية والمصائب التي وقعت عليك، العربية انقلبت وكراعك انكسرت ورفعوا عليك في الجبس، تقول يا أخواننا حسنا ده كيف يا أخي، حسنا العربية انقلبت كيف يا أخي، انقلبت وانتهت وتاني بترجع، يعني بترجع الأحداث ثاني يعني ولا كيف؟ انقلبت ولا ما انقلبت؟ خلاص ثاني موضوع انتهى، كويس، حصل لك وفاء في عزيز شلت فيه كتفك ده ودفنته، تقعد تقول لا حسنا زود ده يعني مات كيف؟ مات وانتهى الكلام، وانت بتموت وكلنا بيموت، ما تجهجه الموضوع ده، ما ترجع له لورا، ده موضوع يحصل له شنو؟ يدافع ولا يستسلم له؟ يستسلم له. لكن انا اريد ان اعمل، مش قدمت الطلب ما شغلوني، اشوف جهه ثانيه، صح، مشيت المحكمه القاضي حكم ضدي، اعمل استئناف ولا ما اعمل؟ وانا عندي حق وشاعر انه مظلوم، استأنف ولا ما استأنف؟ تستأنف، هذا لوحده يعني كل على حده. فبالتالي كأن والله هذا من لطيف ما قال العلامة ابن القيم، قال فبالتالي يقول هو إذا استعاذ بالله برضاه من سخطه فإنه يستعيذ بالله، كويس، ومن الله. هذا صحيح ولا ما صحيح؟ سخط الله لا يرفعه إلا من؟ إلا هو سبحانه، نعوذ بسخط الله سبحانه وتعالى منه، نعوذ بالله من سخطه سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا كلام من اللطيف. قوله ولا يرضى بعوض، ولا يرضى بشنو؟ بعوض. وهذا أنا بالنسبة لي مشكل، ما أدري كيف فوت ابن القيم هذا الكلام، لا يرضى بعوض. قال ابن القيم إذا عبد الله أن لا ينتظر العوض، أن يعبد الله لأن الله مستحق للعبادة، وهذا ليس مشكل، لكن المشكل أنه في أمر الله الكوني، هو الآن يتكلم عن تعظيم أمر الله شنو؟ الكوني. هذا لو جيء به في تعظيم أمر الله الشرعي، الأمر والنواهي لقبلنا، لكن المعنى ألا يرضى بعوض. يقول إنما يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه، وهذا مناف للتعظيم. بمعنى إذا شاهد العبد حكم الله وعلم أن التخريج وأن الحكم من الله وأنه ما عبد الله إلا بتوفيقه هو، فإنه لا يطلب عوضا. لماذا؟ لماذا لا يطلب العوض؟ لأنه عبد الله بشنو؟ بتوفيقه هو، لولا أنه وفقك لما عبدته، أين تحتاج العوض؟ طيب الدرجة الثالثة، قال الهروي تعظيم الحق سبحانه. الأول تعظيم الأوامر والنواهي الشرعية، والثاني تعظيم الأحكام القدرية الكونية، والثالث تعظيمه سبحانه جل وعلا في علاه. قال في هذا التعظيم، تعظيم الحق ألا يجعل دونه سببا، ألا يجعل دونه سببا، يعني ألا ينسب الخير والتوفيق إلا له، وهذا لا يعني الذهول، لا يعني الذهول عن الأسباب. فمن صنع إليكم معروفا فشنو فكافئوه، ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، كويس، ومن ذلك أن نعطي كل ذي حق حقه ونعترف، لكن أن تجعلهم مجرد أسباب دون أن تعتقد فيهم، أو أن تقول، ذكر ابن القيم ما دل على الله إلا الله، ما دل على الله شنو؟ إلا الله. لكن هذه الدلالة على إلى الله ممكن تتم ببشر، ممكن تلقى شيخ يرشدك كلامه يقع لك وين؟ في قلبك وتتأثر وتقرر التوبة، لكنه في الحقيقة الذي دلك عليه، الذي دلك على الله هو الله، لأنه جعلك مهيئ للتوبة. قبل ذلك كنت تسمع وما تتأثر، لماذا تأثرت في هذه اللحظة؟ لأن الله جعل لك فيها توبة. واضح هذا الكلام؟ ألا يجعل دونه شنو؟ سببا. ولا يرى عليه حقا، يعني لا ترى أن لك على الله حق، هذا كلام واضح. زاده ابن القيم
ألا ترى لك ولا لغيرك على الله حق، لا أنت ولا غيرك، ما في عنده علي الله حق، لله على العباد حق، لكن في بعض الحديث حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيئا، وحق العباد على الله، هذا الحق منه سبحانه تفضلا وإحسانا، لا يلزمه أحد ولم يفرطه عليه أحد، فإذا رجع الحق لمن؟ لله. حق الله علينا أن نعبده، ولا حق لنا على الله، إنما هو الذي جعل الحق أوجبه على نفسه سبحانه. ولذلك أتى ابن القيم بأثر عجيب، قال داود عليه السلام لله: اللهم إني أسألك بحق آبائي عليك، فقال الله: يا داود أي حق لآبائك علي؟ ألست أنا الذي هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم ولي الحق عليهم؟ آباء داود منو يا أخوانا؟ آباء داود موسى ويعقوب ويوسف وإسحاق وإبراهيم، قال له: اللهم بحق آبائي عليك، قال: أي حق لآبائك علي؟ أوليس أنا الذي هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم ولي الحق عليهم؟ لذلك لا يقسم على الله بأحد، لكن تقسم على الناس بالله. ممكن تقول للزول أسألك بالله، لكن ما تقول لي الله أسألك بفلان، عرفت؟ لأنه ليس لأحد على الله شنو؟ على الله حق. وقوله طيب إخوانا، لكن في حقوق، إثابة الطائع، الطائع بده ثواب صح؟ صح؟ والتائب يقبل شنو؟ توبته، ومن فعل الخير جزي عليه، ده ما حق، هو حق كما قلنا حق تفضل وإحسان. لذلك من نوقش الحساب فقد شنو؟ فقد هلك وقد عذب. ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بشنو؟ برحمتي. لأنك مهما أتيت من عمل فإن نعم الله عليك كثيرة، وأولها هدايتك للعمل نفسه. طيب أخيرا قال: ولا ينازع له اختيار، ولا ينازع له شنو؟ أيوة، إذا رأيت أن الله قد اختار لك شيء خلاص، أنت بقيت انتهيت الموضوع، انتهى كويس، داير ولد وجاتك بنت، الله اختار لك ولا ما اختار لك؟ في طريقة تاني خلاص ترضى وتتكيف ولا تنازع وتكون مبسوط كويس. لكن المعاصي لا تعتبر من اختيار الله، لذلك لا تنازع له اختيار. المعاصي تنازع ولا ما تنازع؟ زود داري يعمل معصية يفر منه ولا ما يفر؟ يفر، لأنها ليست من اختيار الله. فالله لا يختار الشر لعباده شرعا، ولا يقدره ولا يكتبه لهم. بذلك نكون قد انتهينا من منزلة تعظيم، ودرسنا القادم عن منزلة السكينة، وهي في نهايات المجلد الثاني من مدارج السالكين، وبقي لنا مجلد واحد وهو المجلد الثالث. بحول الله وتوفيقه وعونه وقوته نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.